للمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد بعد التحية، كيف قرأت نسبة التضخم القياسية الجديدة التي تسجلها الآن منطقة اليورو خاصة بريطانيا وتوقعاتك بشأن أسعار الفائدة؟ الحقيقة مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الذي تضم 19 دولة طبقا لما تم إعلانه من مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفاعات غير مسبوقة، حيث سجلت ارتفاع أسعار الوقود 41.9% وتكاليف الغذاء 11.1%. اعتقد ان ده نتيجه تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على منطقه اليورو، احدثت ارتفاعات غير مسبوقه لم تشهدها منطقه اليورو من قبل، بالاضافه لقطع الغاز ومصادر الطاقه عن منطقه اليورو. اعتقد ان دي كلها مشاكل احدثت مزيد من الارتفاعات السعرية لكثير من السلع في داخل منطقة اليورو. لم تجد حلول منطقة اليورو بعد حلول ناجعة نظير تداعيات قطع امدادات الغاز والبترول الروسي عن منطقة اليورو. بعد العقوبات صبت في صالح روسيا ولم تصب في صالح منطقة اليورو. لم تستفيق هذه المنطقة بعد، لم تجد حلول قوية، لم تجد حلول لمجابهة ارتفاعات الأسعار. أعتقد البنك الأوروبي يعني مطالب برفع سعر الفائدة 0.5% خلال الفترة القادمة لكافح جماعة التضخم، إنما لو تم رفع سعر الفائدة فده له أثر سيء على انكماش معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة. طب دكتور خالد، هل كل يعني هذه التداعيات لها تأثير أو مدى تأثيرها على بقية المناطق في العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط؟ أعتقد منطقة الشرق الأوسط يعني ابتدت يعني تجد حلول، يعني حلول بديلة يعني الذي منطقة الشرق الأوسط بتتأثر بإيه؟ الوقود لدى منطقة الشرق الأوسط كافي لمنطقة الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط منطقة منتجة للبترول وللغاز، وبالتالي لم تتأثر منطقة الشرق الأوسط بالطاقة أو بالبترول والغاز لأن وجود بدائل داخل منطقة الشرق الأوسط بترول وغاز. منطقة الشرق الأوسط بتتأثر بالحبوب والغلال اللي بيتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا. أعتقد النهاردة هو ده التأثير السلبي الوحيد لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط، هو في الأمن الغذائي. وأعتقد أن النهاردة بتبحث دول الشرق الأوسط على مصادر بديلة لكيفية استيراد أو استيراد الحبوب والغلال من مناطق متعددة من العالم بديلة عن روسيا وأوكرانيا، إنما ده برضو عمل رفع في أسعار السلع الغذائية حول العالم، إنما في ظل تداعيات وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وضعف حركة التجارة الدولية أثر بالسلب على منطقة الشرق الأوسط في الأمن الغذائي. طب دكتور خالد، كيف ترى محاولات أوروبا للتخلص من مصادر الطاقة الروسية والبحث عن مصادر طاقة بديلة؟ هل هذه حلول يعني قريبة قابلة للتحقيق في سبيل الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية؟ لم يعني البحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية لم يأتي بإيجابيات للوضع الاقتصادات الدول منطقه اليورو. ليه؟ لان النهارده دول منطقه اليورو بترجع مره ثانيه الى محطات الطاقه التي كانت تدار بالفحم فيما كان سابق. فاعتقد لم تجد حلول دول اوروبا او دول اليورو بدائل جيده لمصادر الطاقه البديله التي كانت يعني من روسيا سواء البترول او الغاز، لان النهارده
مصادر الطاقه البديله منطقه الشرق الاوسط. طب هل منطقه الشرق الاوسط قادره وكافيه ان تلبي احتياجات دول الاتحاد الاوروبي؟ اعتقد ان لم تستطيع ان تلبي ذلك. طب اخيرا دكتور خالد، في ضوء ما ذكرت، كيف ترى يعني ما يجب على منطقه اليورو ان تتخذه من اجراءات ملحه للحد من نسبه التضخم والسيناريوهات المحتمله في الفتره القادمه؟ هو العمل على من خلال هل الحرب امد بعيد ام امد قريب، هل تستطيع دول اليورو ان تجلس على دائره المفاوضات وان تجد حلول عاجله مع روسيا، بين روسيا وبين اوكرانيا، لوضع حلول سلميه لهذه الحرب؟ اذا لم تضع، يعني ده اعتقد الحل البديل الاول، اذا لم تضع فلابد من بحث عن المصادر البديلة للطاقة حول الشرق الأوسط وداخل إفريقيا. أعتقد نيجيريا تستطيع، الجزائر تستطيع، دول الشرق الشمال المغربي، الشمال قارة إفريقيا قادر على التعويض أم لا؟ هل كل ده لابد على دول الاتحاد الأوروبي من الآن الشتاء، يعني بعد شهور عدة؟ واعتقد اذا لم يجدوا بديل لمصادر الطاقه الروسيه فاعتقد الوضع سيكون كارثيا على دول اليورو، ولابد من البحث عن مصادر بديله اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع روسيا بشان تزويدهم بمصادر بديله للطاقه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، كنت معنا هاتفيا.